مزامير تراتيل أبينا داود النبي الملك بركات علينا أمين. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك طوفى النزور في أورشليم. استمع يا الله صلاتي، لأنه إليك يأتي كل بشر. باسم الرب ربنا وإلهنا ربنا وملكنا مخلصنا مخلص نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. ربنا يسوع المسيح حسب القديس يوحنا الإصحاح الثامن من عدد 28. يوحنا 8:28. ثم قال لهم يسوع: إذا رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تعلمون إني أنا هو، وإني لست أفعل شيئا من ذاتي، بل كما علمني أبي كذلك أقول، والذي أرسلني هو معي ولم يدعني وحدي لأني أفعل ما يرضيه في كل حين. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. ثم قال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إن أنتم ثبتتم في كلامي فأنتم بالحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوا قائلين: نحن ذرية إبراهيم، لن نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم أن كل من يعمل الخطيئة فهو عبد للخطيئة، والعبد لا يلبس في البيت إلى الأبد، وإنما الإبن يلبس إلى الأبد. إن حرركم الإبن صرتم أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبونني لتقتلوني، لأن كلمتي ليست فيكم، وأنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعلمون بما سمعتم من أبيكم، وما رأيته عند أبي بهذا أتكلم به، وأما أنتم فما سمعتموه عند أبيكم إياه تصنعون. أجابوا وقالوا له: إن أبانا إبراهيم. فقال لهم يسوع: لو كنتم بني إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم الآن تطلبون قتلي، وأنا إنسان قد قلت لكم الحق الذي سمعته من الله، وذلك لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: نحن لسنا مولودين من زنا، لنا أب واحد هو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أبوكم أباكم لكنتم تحبونني، لأني من الله خرجت وأتيت، لأني لم آتي من نفسي، بل هو أرسلني حقا. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثلث القدوس الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إن شاء الله بكرة 10 برمهات الكنيسة بتحتفل بعيد الصليب، والكنيسة بتحتفل بعيد الصليب مرتين في السنة، يوم 17 توت ويوم 10 برمهات. وغالبا ما بيجي 10 برمهات في وقت الصوم، فبنركز أكتر يمكن على الاحتفال في 17 توت في شهر سبتمبر. ولكن عيد الصليب من الأعياد المهمة جداً،
في فكرها، الفكرة اللي وراء عيد الصليب. هو طبعا ليس من الأعياد السيدية، ولكن عيد مهم جدا لأنه بيكشف لنا منطق الله، منطق الله، منطق المسيحية. سمعنا في رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس الأولى الإصحاح الأول من عدد 17 كلمتين فيهم فعلا الخلاصة. بيقول لنا القديس بولس كده: لأن كلمة الصليب عند الهالكين ضلالة أو جهالة، أما عندنا نحن المخلصين الصليب هو قوة الله. قوة الله ظهرت فين؟ ظهرت في الصليب. الصليب هو قوة الله. وبيكمل في نفس النص: ألم يصير الله حكمة هذا العالم جهلا بجهالة الكرازة؟ لأن خدوا بالكم من الآية المهمة جدا اللي جاية دي. اليهود يسألون الآيات واليونانيين يطلبون الحكمة. طب دول اليهود واليونانيين، أما نحن نبشر بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة وللأمم جهالة. لنا نحن معشر الذين يخلصون من اليهود واليونانيين أن المسيح عندهم هو قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. في هذه الآيات البسيطة فعلا الوحي المقدس القديس بولس بيضعنا على مفاتيح الإيمان المسيحي اللي بيكملها كمان إنجيل القديس لوقا في أول آية قريناها: إذا رفعتم ابن الإنسان حينئذ تعلمون إني أنا هو. لما نرفع ابن الإنسان على الصليب نكتشفه. إيه الكلام ده؟ فرق كبير جدا في إيماننا المسيحي عن الإيمان اليهودي اللي احنا متأثرين بيه برضه، واللي اليهودية هي أم الأديان التي توحد الله في العبادة. لكن عندنا تأثير كبير من اليهودية في إيه؟ إن احنا نؤمن بالله لما يعمل معجزات. اليهود يطلبون إيه؟ الآيات، المعجزات. ومتأثرين كمان أقل من اليهود، متأثرين باليونانيين أن الله يعرف بالحكمة، يعرف بالفكر. حتى في أمثالنا الشعبية ربنا عرفوه بالعقل. وفي الحالتين المبدئين بعاد عن الإيمان المسيحي، لأنه لما نكمل عند القديس بولس أنه اليهود يطلبون الآيات واليونانيين يسألون الحكمة، أما نحن نبشر بيسوع المسيح وإياه مصلوبا. عندنا إحنا منطق مختلف، نعرف الله بالصليب مش بالآيات، مش بالمعجزات، ومش بالحكمة. مفيش شعب الله صنع معاه معجزات أكتر من شعب إسرائيل اللي أخرجوا من أرض العبودية وشقلوا البحر عشان يعدي بمعجزة كبيرة. وبعد ما عدى الشعب تذمر على موسى وقال له: أنت تعطينا ليه؟ كنا مستريحين في أرض مصر. مفيش شعب الله اهتم بيه في البرية زي ما اهتم بشعب إسرائيل، عمل معاه معجزات كبيرة جدا. كان بيرسل له عمود النار وعمود الغمام. مفيش شعب الله رفقه في هذه المسيرة وأرسل لي الطعام زي ما أرسل لشعب إسرائيل. فكان يرسل لي المن والسلوى في رحلة البرية. كل دي معجزات
كل دي آيات ومعجزات كان الله بيرافق بيها الشعب التايه في البرية. وبالرغم من كده شعب إسرائيل كان متمرد. وبالرغم من يسوع المسيح نفسه في بداية حياته ورسالته العلنية صنع معجزات. صنع معجزات عشان يشير إلى إنه هو ابن الله الآب ويكشف عن قوة لاهوته. مفيش أكتر من إنه يقيم لعازر وقد أنتم في القبر 4 أيام. مفيش أكتر من إنه هو يصنع معجزة يشبع فيها 5000 من 5 أرغفة وسمكتين. بعد ما يسوع صنع هذه المعجزة الشعب راح قال له أية آية تصنع لنراها ونؤمن بك؟ أي عمل تعمله؟ موسى أعطانا الخبز في البرية. قال لهم الصراحة مش موسى اللي أعطاكم الخبز، أبي هو الذي يعطيكم الخبز الحقيقي، أنا هو الخبز النازل من السماء والواهب الحياة للعالم. كانوا لسه خارجين من هذه المعجزة، لكن تركيبة فكر شعب إسرائيل إن الله عشان نؤمن به لازم يعمل معجزة، وبعد ما يعمل معجزة يعمل معجزة تانية. وبالرغم من كده الشعب لا يؤمن، لأنه في الحقيقة يمكن أكتر من مرة تكلمنا في هذا المبدأ، هو أن الآيات والمعجزات لا تصنع إيمان. الآيات ما تصنعش إيمان، وإلا كان يسوع نفسه نزل من على الصليب زي ما طلب منه صليبيه، إن كنت ابن الله انزل من على الخشبة. ولو نزل من على الخشبة كان هيعمل أكبر شو في التاريخ، أكبر شو، أكبر عرض، إنه ينزل من على الخشبة ويبيد أعداء ويولع فيهم كلهم. في الحقيقة هو ما تصرفش كده، ولكن دخل في المعصرة ودخل في طريق الألام حتى الموت. وهو هنا الفرق، هو هنا الفرق، إن منطق المسيحي مش قايم على المعجزات، ولكن قايم على منطق الصليب اللي فيه ابن الله بيجتاز كل الألام، بيجتاز كل الألم الجسدي والنفسي والمعنوي، ولا يشك في الله الآب، ويصل إلى الموت ويدفن ويوضع في القبر ويوضع عليه حجر ويختم ويقوم في اليوم الثالث. هو ده المنطق المسيحي، منطق مسيحي مختلف تماما عن المنطق اليهودي. وبيعمل لنا معجزة واحدة، هي معجزة القيامة، إن يقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، ويقول لنا إن هذه المعجزة هي بتكمل منطق الصليب، إنه ليست الكلمة الأخيرة للموت، وليست الكلمة الأخيرة للصلب، ليست الكلمة الأخيرة للإهانة، ولكن الكلمة الأخيرة دائما للانتصار، سواء هذه النصرة في حياتنا الأرضية أو في حياتنا الأبدية. هنا الفرق بين المنطق المسيحي والمنطق اليهودي. هنا بنضع أنفسنا، هل إحنا مسيحيين ولا يهود؟ ده سؤال مهم جدا إن إحنا نضعه أمامنا النهاردة، لأنه إحنا أحيان كتيرة بنتصرف بهذا المنطق اليهودي، نتصرف بمنطق يهودي إن إحنا عايزين معجزات طول الوقت، عايزين إنه طلباتنا تتحقق بشكل معجزي. ويسوع المسيح بيهرب من هذا المبدأ وينفيه. في المعجزة في لقاء يسوع على الجبل، في التجربة على الجبل اللي هي في أحد الأول أحد الصوم، إبليس حاول إنه يعمل كده مع يسوع. إبليس حاول إنه، إبليس عارف كده كده إنه مهزوم، ولكن عايز إنه يصنع أيضا مكيدة، إنه يسوع يحول الحجارة إلى خبز. فنؤمن بيسوع ليه؟ عشان عامل معجزات. يسوع ما بيحولش الحجارة إلى خبز. إبليس عايز إنه يسوع يلقي بنفسه من على جناح الهيكل، والله الآب يرسل ملائكة فترفعه. يسوع ما بيعملش كده. التحويل الفكر ده، تحويل الفكر الذي يجري يسوع في هذه المعجزات وفي هذا اللقاء، إنه مش عايز الناس تؤمن بيه عشان هو بيصنع معجزات، عايز الناس تؤمن بيه وهو معلق على الصليب. وهو ده السر، هو ده السر
اللي خلى اللص اليمين يسرق الفردوس. اليوم تكون معي في الفردوس. ليه؟ لأنه آمن بيسوع المسيح وهو على الصليب. في حين التلاميذ اللي شافوا يسوع المسيح متجلي على جبل طابور ما أمنوش وهربوا. ما أمنوش وهربوا. هو ده الفرق في التفكير. الفرق في منطق يسوع المسيح. يسوع المسيح مش عايزنا نؤمن بيه لأنه يصنع معجزات، وإلا هنبقى يهود، هنبقى فكر يهودي. وإحنا النهاردة متأثرين جدا بالفكر اليهودي، متأثرين جدا بهذا المبدأ اليهودي إن لازم الله يتعامل معنا بشكل معجزي، بشكل معجزي، في حين إن المعجزات ليها أكتر من قراية وليها أكتر من تفسير. في أشخاص بتصنع معجزات وتخرج شياطين وتتنبأ بقوة الشيطان نفسه، بقوة الشيطان نفسه، وتصنع أمور خارقة للطبيعة. وإحنا بننبهر بالمعجزات، وإيماننا أحيان كتير بيكون مبني على المعجزات. وعشان كده في مشكلة كبيرة في الإيمان لما يكون مبني على المعجزات، لما يكون مبني على الآيات. يبقى زينا زي اليهود، بيفضل إيمان ضعيف. لكن تعالوا بينا لو إيه إيماننا مبني على الصليب، إن احنا نؤمن بابن الله زي اللص اليمين المعلق على الصليب، ونشوف فيه القوة حتى تحت غلاف الإهانة والصلب والألام. نشوف فيه الإله القدير ونعترف به، فيقول لك النهاردة تكون معي في الفردوس. هنا الشهادة الحقيقية، لأنك أنت أمنت بمبدأ الصليب في حياتك. منطق الصليب ده منطق إحنا بناخده في حياتنا ككل، مش بس بنتأثر بيه من الجمعة العظيمة، مش بس بيصعب علينا كده وقلبنا يتاخد لما نشوف يسوع المسيح المهان. هذه المسيرة، مسيرة ضرب الصليب، هي مسيرة تعليمية لتغيير الفكر، عشان نغير فكرنا، عشان نغير فكرنا من فكرة المعجزة إلى أن ندخل في منطق الصليب. إن إحنا كل أمورنا عايزينها تتحل بالمعجزات، فلان يشفى دلوقتي، فلان ينجح دلوقتي، الحاجة تتحقق بالشكل الفلاني، أعدائي ينهزموا بالشكل الفلاني، دلوقتي 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 حالا بشكل معجزي. وربنا ما بيتعاملش معنا بهذه الطريقة، وبتظل مشاكلنا وألمنا باقية. عشان كده بنفقد الثقة في عمل ربنا في حياتنا، لأنه إحنا حاطينه في برواز معين إنه لازم يتعامل معانا بالطريقة الفلانية. لما فلان يعيا ونفاجأ إن فلان ده بيموت، يبقى فين ربنا؟ يبقى مش موجود، لأنه لم يستجيب لنا ولم يستجيب للمنطق اللي إحنا حطيناه ليه، اللي هو أصلا مش منطق مسيحي. المنطق المسيحي أن الابن يسوع المسيح دخل في الآلام وفي الإهانة وفي البهدلة وفي كل الأنواع الألم اللي عاشها حتى الموت. خلاص ما فيش أكتر من كده، خلصنا منه وحطناه في القبر وختمنا على القبر. هنا تحدث القيامة. لازم ندخل في تفكيرنا في المنطق المسيحي إن احنا نقبل هذا الألم حتى النهاية، واثقين إن الله يستطيع أن يحول هذا الألم إلى مجد. إزاي؟ احنا ما نعرفش ازاي، احنا ما نعرفش. هو ده اللي حصل مع يسوع المسيح، اللي هو بالنسبه لنا درس، بالنسبه لنا درس ومبدا في الايمان. لكن الله الاب ما نزلش ابنه من على الصليب، وما ولعش في اعدائه، وما ما نفاش الناس اللي واقفه تحت الصليب بتستهزئ به. ما حصلش الكلام ده. احنا عايزين يحصل كده، احنا عايزين يحصل هذا التصور، والتصور ده ما بيحصلش، بيحصل تصور تاني في حياتنا. عشان كده لازم نغير فكرنا في الصليب في حياتنا، اللي ممكن يكون ألم ومرض وشدة، وتنتصر علينا انتصار مرحلي وقتي لوقت طويل، وناخد كل جرعة الألم، نتجرع الألم لغاية الآخر، وإحنا واثقين إن ده مش ببلاش ومش بدون ثمرة، ولكن دي ثمرة القيامة، إن في قيامة. هنا هيتغير منطقنا وفكرنا في الألم وفي الموت وفي الشدائد.
مهم جدا انه نغير فكرنا يا جماعه من الفكر اليهودي او الثقافه غير المسيحيه. دي ثقافه غير مسيحيه. المعجزات مش موجوده في الايمان المسيحي، المعجزات موجوده لوقت معين، يسوع المسيح استخدمها لوقت معين عشان يظهر قوته وخلصت بالقيامة. في معجزات بتقيمها الكنيسة بقوة يسوع المسيح من أجل رسالة معينة، من أجل رسالة ونشر كلمة معينة، مش من أجل شو، مش من أجل شو إعلامي خالص، مش من أجل التظاهر، ولكن من أجل الإيمان. فهنا نكتشف إن الله حاضر في حياتنا. مهم جداً أنه نغير فكرنا عشان نقدر فعلا نتعامل مش مع الله كمان بس، لكن كمان نتعامل مع صعوبات الحياة دون أن نشك في عمل الله في حياتنا. مهم جدا أن نغير هذا الفكر عشان نلاقي إجابة على ألام حياتنا اليومية اللي كل يوم بنعيشها وبتصطدم بمبادئ مشوهة إحنا حاطينها عن الله في حياتنا. أمين.